الفيديو ده هقدم لك نظرة عامة سريعة عن الديزاين سبيس ابليكيشن، تطبيق التصميم المجاني اللي بيستخدم مع كل اجهزة كريكت. علشان ننزل الابليكيشن ندخل على design.cricut.com ونعمل داونلود للفيرجن اذا كانت للويندوز او للماك، وبعدين نعمل ساين ان من خلال الاي دي الخاص بيك والباسورد. المساحة دي اسمها الكانفاس، وهي مساحة العمل الرئيسية او مساحة التصميم. في الكانفاس هتلاقي فيتشرز ومميزات كتيرة اللي تقدر من خلالها تعمل ايديت لمشاريعك او تعمل مشاريع جديدة وتضيف ليها تكست او غيره. تقدر تستخدم ديزاين سبيس على اللابتوب، التابلت او الموبايل لما تكون متصل بالانترنت او حتى وانت اوفلاين. وقبل ما تبدأ اتأكد دايما انك حددت الجهاز اللي هتستخدمه من الدروب داون مينيو دي. بالطريقة دي هتتأكد من حصولك على المشاريع والمميزات اللي بتتوافق مع جهازك. تقدر تتصفح المشاريع الجاهزة من هنا وتنفذها زي ما هي او تعدل فيها وتخصصها حسب رغبتك. في كل الحالات ديزاين سبيس دايما هيقولك تعمل ايه بعد كده. عشان تعمل تصميم جديد تماما from scratch استخدم الصور والخطوط والاشكال، وتقدر تبحث باستخدام الكيوردز هنا في السيرش بار. كمان تقدر تعمل فلتر لو بتبحث عن specific design. كمان في اوبشن انك تعمل ابلود لتصميمك الخاص. وانت بتشتغل في المشروع ما تنساش تعمل سيف بشكل دوري وتدي مشروعك اسم مميز. في كل مرة تدخل ديزاين سبيس هتلاقي دايما شيء جديد، مش بس من كريكت، كمان من اعضاء كريكت كوميونيتي. افضل طريقة تتعلم بيها هي انك تدخل الابليكيشن وتستمتع.